أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الابتدائي مع درس نشر الدعوة وحل مناقشة صفحة 27. نتذكر في الدرس السابق قلنا بأن الوحي جبرائيل عليه السلام نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في غار حراء. بعدها نأتي إلى درس اليوم وهو كيف انتشرت الدعوة الإسلامية. انتشرت الدعوة الإسلامية أولا كانت بشكل سري، كانت بشكل سري. لماذا؟ خوفا من المشركين لئلا يقتلوا المسلمين، أكيد إذا عرفوا بيهم دخلوا للدين الإسلامي راح يقتلوهم. كم استمرت هذه الدعوة؟ استمرت لمدة 3 سنوات تقريبا. عدد الأشخاص الذين دخلوا للدين الإسلامي كانوا 30 شخصا. هؤلاء المسلمون كانوا يذهبون سرا لكي يجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، يجتمعون مع الرسول الأكرم. لماذا يذهبون؟ لكي يتعلمون القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة وتعاليم الدين الإسلامي. لماذا كان أكثر الذين كانوا يجتمعون مع الرسول من الفقراء والمساكين؟ لأنهم وجدوا في الدين الإسلامي دين محبة وتعاون ودين رحمة ومساواة. إذن أكثر الذين كانوا يجتمعون مع الرسول هم كانوا من الفقراء والمساكين، لأنهم وجدوا في الدين الإسلامي أنه دين الرحمة، دين المحبة، دين العدل ودين المساواة. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. والآن مع حل المناقشة، السؤال يقول، أول سؤال: أين كان يجتمع المسلمون في بداية الدعوة؟ الجواب أنه كان يجتمع المسلمون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، كان يجتمع المسلمون في دار الأرقم بن أبي الأرقم. السؤال الثاني من المناقشة: كم استمرت الدعوة السرية؟ قلنا بأن الدعوة السرية استمرت لمدة 3 سنوات. من كان يتولى تعليم المسلمين القرآن والأخلاق كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتولى تعليم المسلمين القرآن والأخلاق الفاضلة. السؤال الثالث: لماذا كان أكثر أصحاب رسول الله من الفقراء في بداية الدعوة؟ الجواب: لأنهم وجدوا في الدين الإسلامي دين العدل والرحمة والمساواة. إذن مثل ما قلنا بأن أكثر أصحاب الرسول الذين دخلوا للدين الإسلامي كانوا من الفقراء، لأنهم وجدوا في الدين الإسلامي دين عدل، ما يفرق بين الغني والفقير، دين رحمة برحمة، دين مساواة، ما يفرق أيضا بين الغني والفقير، ما يفرق بين الأبيض والأسود، لا كلهم سواسية. هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم من نشر الدعوة الإسلامية. والآن مع مراجعة درس الآداب الإسلامية اللي هو آداب الزيارة. أيضا درس آداب الزيارة من الدروس، من دروس الآداب الإسلامية البسيطة جدا. ذكرنا أنه من آداب الزيارة أنه يجب أن أختار الوقت المناسب، أختار الوقت المناسب. 2،
عدم الجلوس أمام الباب الذي يكون مطل على غرف المنزل. لماذا؟ قلنا لأنه ممكن أنه يكونون أصحاب المنزل غير مستعدين للزيارة، ممكن يكونون في عمل، ممكن يكونون حتى ملابس عمل بدون حجاب. إذا نتذكر إحنا هذا الدرس طلابي الأعزاء، فعدم الجلوس أمام الباب المطل على غرف المنزل. أيضا قلنا من الآداب أنه يجب علينا الالتزام بالآداب والجلوس بهدوء. ما أظل أني يعني حتى لو عندهم مثلا عندهم أولاد، أنا ما أظل أني أتجول ببيتهم، أظل صاعدة نازلة، هذا خلاف الآداب الإسلامية. إنما ألتزم بالآداب وألتزم بالهدوء، وأيضا ما قاطع الكبار طلابي الحلوين من يتكلمون، الأهل الآباء الأمهات ما قاطعهم، حتى لو معلومة أنا أعرفها ما قاطعهم إلا يطلبون أو يسألوني، وما أتجول بالمنزل إلا إذا هم دعوني. أيضا قلنا بأنه يجب ألا نطل في الزيارة. أيضا أروح أني زيارة ما أطول بالزيارة قدر الإمكان، لأن أعرف الناس عندهم أعمال، عندهم التزامات، فأكيد يعني أنا من طولت بالزيارة حتأثر على التزاماتهم على أعمالهم. أيضا إذا زرنا مريض، زيارتنا للمريض يعني هو مريض وبحالة تعبانة، فأخفف من زيارتي لهذا المريض، وأكيد ما نتكلم بكلام أو أحاديث